الراديو 90 90 هواها مصري. ناس كتير بتحاول، كلنا يعني بنحاول نعمل دايت بين الحين والآخر وأنظمة غذائية نمشي عليها للحفاظ على الوزن ونخس كمان، ولكن في أوقات بيحصل ثبات في الوزن أو الوزن ما بينزلش بنفس المعدل. خلينا النهاردة نقول لك شوية حاجات ممكن تتسبب في ثبات الوزن أو عدم نزوله وانت بتعمل دايت. الناس اللي بتعتمد على النظام الغذائي لوحده في التخسيس من غير اي رياضه ولو حتى مشي بانتظام، الرياضه وخصوصا المشي عليها مسؤوليه 20% من نجاحك في انقاص وزنك ووزنك. لازم تحط اهداف واقعيه لنزول الوزن، ما ينفعش تقرر انك هتخس 10 كيلو بعد الظهر او حتى 5 كيلو في الاسبوع، لان ده بيخليك تتبع انظمه غذائيه ضاره وغلط بتتسبب في مشاكل صحيه اكتر منها ان انت تخس، ده غير انك مش بتلاقي النتيجة اللي انت متوقعها، بتحبط ومبنكملش النظام الغذائي. اكبر غلطة ناس كتير بتقع فيها البعد عن الفطار، وده غلط تماما، وبنجوع في نص اليوم فبنشتري بقى سناكس، بطاطس بقى او اي حاجة ونقول دي تصبيرة وهناكلها على خفيف خفيف، ده بيخلي الوزن ما ينزلش وممكن يزوده كمان. الفطار الصحي المتوازن بيخليك تحس بالشبع والامتلاء، ده غير انه بيساعد على الحرق وبيخليك تخس بشكل اسرع وصحي اكتر. يبقى وجبة الفطار مهمة جدا للي عاوز يخس. لازم تاكل بين الوجبات وما تنقطعش تماما عن الاكل، ولكن المهم تاكل ايه؟ فاكهه، خضار، من اهم الحاجات الصحيه اللي ممكن تاكلها بين الوجبات، علشان لما يجي ميعاد الوجبه الاساسيه ما تبقاش داخل يعني ايه تنتقل. ناس كتير يعني بتنفض وتنسى شرب الميه وما بيشربوش كميات كافيه منها، وده برضو من الحاجات اللي بتساهم في ثبات الوزن واكتساب وزن زياده كمان لو بتستبدلها بالعصائر والمشروبات الغازيه. شرب الميه مهم جدا جدا جدا. خليني اقول لك ان العصير قالوا عنه مش مفيد على فكره خالص حتى لو من غير سكر، كل الفاكهه، واستفيد من الالياف اللي فيها، هتحسسك بالشبع لمده اطول وهتساعد برضو في انك تخس او انك تخسين. في ناس فاكره ان العيش السن عادي مش بيتخن مهما اكلوا منه، ولكن في الحقيقه رغيف العيش السن المتوسط الناشف سعراته الحراريه بتكون قد نص رغيف بلدي عادي. حلو جدا انك تستبدل العيش العادي بالعيش السن، ولكن لازم ناخد بالنا من الكميه كمان، يبقى رغيف السن المتوسط الناشف سعراته الحراريه نص رغيف العيش البلدي العادي. كمان في ناس بتعتقد ان الرز البسمتي سعراته اقل من الرز العادي، وده كمان قالوا انه اعتقاد ليس صحيح تماما وربما يكون غلط تماما تماما تماما. السر كله يا جماعه في طريقه الطبخ وعدم استخدام الزيت او السمنه اثناء الطهي، مش في نوع الرز.